مساء الخير جميعا. مساء الخير جميعا. يعني الموضوع الحقيقة اللي عايزين نختار أو اخترنا ان احنا نتكلم فيه النهاردة هو the role of ASHRAE standards in buildings. ايه دور ASHRAE standards في المباني؟ طبعا ده عنوان كبير قوي وكبير زيادة يعني يمكن. انما احنا هنركز النهاردة على بعض الستاندرز وهنشوف ايه دورها بالظبط ان شاء الله في المباني. يمكن برضه الوقت مش هيسعفنا ان احنا نغطي كل التوبكس دي، لكن هنجري بسرعه في بعضهم والبعض الاخر هيبقى هنسيبه لاوقات اخرى ان شاء الله. نبتدي بانترودكشن سريعه كده، احنا ليه محتاجين ستاندرز في المباني، وبعد كده المودرن ترندز ان بيلدينج اندستري، الاتجاهات ايه الحديثه في البيلدينج اندستري، ASHRAE ستاندرز وجايد لاينز، وهنعرض منهم مجموعه. شكرا. هنعرض منهم مجموعة اللي هو ASHRAE ستاندرد 55 وASHRAE ستاندرد 62.1 وASHRAE ستاندرد 90.1. مش هنركز كتير في 90.1 عشان في محاضرة إن شاء الله هتبقى تالي محاضرتي بإذن الله هتبقى تركز في ASHRAE ستاندرد 90.1، وبعد كده ASHRAE ستاندرد 189.1. هنشوف بس الانتجريشن بتاعهم كلهم وتركيبتهم مع بعض، وأخيرا ASHRAE ستاندرد 100. دي المجموعة اللي هنعرض لها النهاردة، وهنقول ان احنا هنعرض بسرعة نسبيا نتيجة ظروف الوقت الغير متاحة يعني ان احنا نقدر نتكلم في كل حاجة. طبعا هو بعد الاندستريال ريفوليوشن احنا عارفين ان احنا ابتدينا نستخدم تكنولوجيز عالية جدا، ومعاها ابتدى البوليوشن يكتر، فكان اصبح عندنا مشكلة في البوليوشن واصبح عندنا استخدام كثيف للريسورسز المتاحة. النتيجة ايه؟ النتيجة بوليوشن، نتيجة جلوبال وورمنج. طبعا احنا عندنا هنا يعني الحقيقة قمة في الانفيرومنتال افكتس بتاعت الريفريجرنتس، معانا المهندس ايمن، الدكتور علاء والدكتور احمد طبعا يعني. فانما القضية دي هنتعرض بسرعة النهاردة، احنا يهمنا ايه في المباني، يعني مش هنتعرض كتير للقضايا الخارجية. المودرن ترندز طبعا النهارده الاتجاه كله ان احنا عايزين نعمل بيلدينجز نقدر نقول انها تبقى تتميز بالسستينابيلتي. السستينابيلتي لو دورنا على تعريف ليها بسرعه كده هنلاقيه ان هو انه الابيليتي تو ميت ذا نيدز اوف ذا بريزنت، عايزين نشوف احتياجاتنا ايه الحاليه، وذاوت كومبرومايزنج ذا ابيليتي اوف فيوتشر جينيريشنز تو ميت ذير اون نيدز، عشان كمان الاجيال المستقبليه برضه نخلي لها حاجتها هي تشتغل عليها كتير. يمكن انا من احب الصور ليا هي الجد والحفيد دي، لان بتمثل بالظبط فكرنا احنا كلنا لازم نفكر ازاي في استغلال الموجود دلوقتي ونوفر لنفسنا احتياجاتنا بالذات في قضايا التكييف، وفي نفس الوقت نقدر نوفر للجنريشنز الجديده. طبعا البيلدينجز ليها امباكت كبير جدا على والكونستراكشن بتاع البيلدينجز على الطبيعه، بتمثل 72% من استهلاك الكهرباء، بتمثل 39% من استغلال الانرجي عموما، بتمثل 38% من الكربون دايوكسيد ايميشنز اند سو اون. يعني اذا المباني ليها تاثير كبير جدا على الانفايرمنت. لو احنا عايزين نقول حاجه سريعه كده عن الجرين بيلدينجز، وحجري الحقيقه للاسف يعني نتيجه الوقت، انه ان انا اكون بستخدم الانرجي بشكل افيشنت، ان انا استخدم الميه بشكل افيشنت، استخدم الارض بشكل افيشنت، الماتيريالز وهكذا. وفي نفس الوقت احمي الصحه بتاعه البني ادمين الموجودين عندي، ما اقدرش ان انا اضحي بيها علشان انا عايز اوفر انرجي، اتس امبوسيبل، لازم اعمل الكومبرومايز ده. لازم برضو اريديوس، نشتغل على ريديوسنج الويست، ان احنا الويست ده ما يروحش في حته ثانيه، ونقدر دايما نكونتينيوسلي نلوك فور امبروفمنت، عمرنا ما نقول احنا خلاص وصلنا لحاجه كويسه، احنا دايما بندور على ما هو افضل. صوره سريعه كده بتقول يعني احنا بنفكر في جرين بيلدينج، بنفكر ان احنا نعمل له شيدنج، بنفكر ان احنا نعمل له انسيوليشن، بنفكر ان احنا نجيب ابلاينسز للتكييف وخلافه كلها انرجي افيشنت، بنفكر في الفيجيتيشن ولازم يبقى الزرع حوالينا انه بيعمل شيدنج وبيعمل قضايا كتير جدا، فكر حاجه كتير قوي، مالتي دايمنشن الحقيقه المساله فيها دايمنشنز كتير قوي.
نفس المنظر تاني، انا حجري بسرعه هنا. لو انا بقى نجحت فعلا في ان انا اعمل جرين بيلدينج، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هوفر في الانرجي يوز من 24% ل 50%، رقم كبير. ليه كمان التراوح الكبير ده؟ لان زي ما هنشوف كده في الاشي ستاندرز اللي هنتكلم عليها، في جزء منها خاص بالمباني اللي لسه انا هبنيها، المباني الجديده يعني، وفي جزء منها خاص بالمباني القائمه بالفعل. طبعا قائمه بالفعل هقدر يبقى توفيري فيها اقل شويه، لكن اللي هي ممكن ابتديها بتصميم جديد من الاول خالص، دي ممكن احقق فيها انرجي سيفنج اكبر. نفس الحكايه بالنسبه للسي او 2 ايميشنز، نفس الحكايه بالنسبه للووتر يوز، اقدر اوفر جزء كبير جدا من الووتر يوز والسوليد ويست اللي بيترمي معايا، حجم توفير كبير جدا لو نجحنا في تطبيق المبادئ اللي اتكلمنا عليها. يعني التوفير اللي هو لسته كبيره موجوده قدام حضراتكم حجري برضه فيها دلوقتي، هي دي اللي ممكن تنتج عن ان انا اتبع الكودز واتبع الستاندرز اللي قدامي بشكل كبير، لحد ما اوصل لايه؟ لحد ما اوصل للنت زيرو انرجي بيلدينج، اللي هو عباره عن ان انا تعريفه يعني ان انا اقدر اون ان انوال بيزس على مدى زمني سنوي يعني ما استهلكش في المبنى انرجي جاي لي من اليوتيليتيز اللي جاي لي من بره المبنى اكتر من اللي انا بولده. في الحاله دي انا اقدر اوصل للنت زيرو انرجي بيلدينج، وده يبقى الطريق بتاعه. طيب اشري بتديني تولز، اشري ادتني تولز كتيره جدا عشان اقدر اوصل لهذا الغرض. ايه هي التولز دي؟ مجموعه ستاندرز اللي هي احنا كاتبينها قدام حضراتكم، وجايد لاينز كمان. يبقى اذا انا عندي مجموعه الستاندرز دي والجايد لاينز، هو ده اللي بيغرينا النهارده ان احنا نستعرض على عجاله، انا اسف ان انا اقول على عجاله، القضايا المرتبطه ب الستاندرز. المساله طبعا اعمق بكتير من زي ما احنا شايفين، بتمثل وقت الكونستراكشن وانا بعمل المباني، وبتمثل كمان وقت استخدام المبنى ما بعد الكونستراكشن، وبالتالي الموضوع الاوبريشن والمينتنس ده موضوع كبير، ما هوش موضوع يمكن اهماله اطلاقا، ده موضوع لازم يبقى مستمر معايا. وحتى تجديد المباني واعاده تاهيلها برضه هي من المواضيع عندنا غاليه. اشي ستاندرد 55 عنوانه ثيرمال انفايرمنتال كونديشنز فور هيومن اوكيبسي، لازم ابتدي بيه لان هو ده الهدف بتاعي، ان انا احقق للناس الموجوده جوه المبنى الثيرمال انفايرمنت السليمه اللي تقدر تخليه يبقى مرتاح. المساله طبعا احنا عارفين ان اي ستاندرد بيبقى بيكلمني بلغه الكود، بيكلمني بلغه الكود بمعنى انه بيقول لي اعمل دي وما تعملش دي، ده صح وده غلط، ده لغه الكودز او لغه الستاندرز. لكن كمان اشري وفرت اشياء اخرى جنب الكلام ده زي اليوزر مانيوال الموجود اللي قدام حضراتكم ده، ده كمان بيخليني ايه بقى؟ بيديوكيشنال، بيقول لي والله بص انت تعمل ده ليه؟ علشان 1 2 3 4 وما تعملش ده ليه؟ عشان 1 2 3 4 ان educational language، يعني بيتكلم بلغه تعليميه علشان نقدر نبقى فاهمين انا ليه اتمنعت ان انا اعمل ده وليه اتسمح ليا ان انا اعمل الحاجه الثانيه. الثيرمال كومفورت بيتعرف عموما ان هو حاله في العقل بتاع الانسان ان هو يحصل له نوع من الرضا بالمحيط الحراري بتاعه، وده هدف تكييف الهواء الاساسي، ان انا اوفر البيئه من حيث درجه الحراره، من حيث درجه الرطوبه، من حيث اشياء كثيره جدا، وهنيجي بعد كده في ستاندرد تاني اللي جاي بعديه على طول، من حيث كمان الصحه، توفير البيئه الصحيه، توفير الـ يعني ظروف انا بقى راضي حراريا. مش كفايه ابدا الرضا الحراري، الرضا الحراري ده جزء، والجزء الثاني طبعا ان انا احافظ على صحه الشخص. طبعا احنا عارفين ان الناس تختلف جدا فيسيولوجيكالي وسايكولوجيكالي وكل حاجه، مش ممكن انا اجيب حد يبقى كل الناس هتقول وهتقر تقول لي والله بص انا كلنا مرتاحين 100% مننا مرتاحين حراريا، ده مش ممكن. ف
فطبعا اتعملت طرق استاتستيكال كتير جدا علشان نقدر نقول ولابوراتوري داتاز وستاتستيكال داتا كتير جدا عشان تقول والله ده بيوفر الراحه الحراريه بالشكل الكافي ده. زي بنوفر الراحه الميكروفونيه برضه يعني مش راحه حراريه بس يعني. في بقى عندنا القاعده الاولانيه اللي اتخذت انه ما نقدرش نقول او ناخد رد فعل اي حد قاعد في المبنى اقل من 15 دقيقه. لو قاعد فوق ال 15 دقيقه ده تمام كده نبتدي ناخد رايه علشان يبقى ده بيمثل انه ارتبط في تواجده جوه المبنى بالظروف الحراريه اللي حواليه. برضو الحقيقه قضيه توزيع الهواء مرتبطه جدا بالحكايه دي، وانا يمكن هنستخدم هنا تعبير بسيط جدا اللي هو اير ديفيوزر بيرفورمانس اندكس، وده بيستخدموه كتير الناس بتاعه الاير اوتلتس انها بتستخدمه، اللي قضيه يعني انضباط التوزيع الهواء داخل المكان، عشان انضباط التوزيع ده هو ده اللي يمكن بيخليني احس. انا اعتذر ان انا هعمل ايه، هزوغ من حتة كتيرة جدا لان المسألة اطول من ان احنا نقدر نغطيها كلها، عشان نقدر نغطي يعني حاجات عن معظم الكودز. في طبعا برضو الكود ده هلاقي فيه او الستاندرد ده هلاقي فيه الثيرمال كومفورت سكيل بيتراوح بين زائد 3 لناقص 3، وكل رقم من الارقام دي بتدل على مدى الساتسفاكشن بتاع الناس. طبعا ده بارتباط بان هم موجودين داخل المبنى لابسين يعني لبس محدد، والكلام ده كله متقاس وهنشوف برضه نقيسه ازاي، ويبتدي اشوف رد الفعل والساتسفاكشن مدى الساتسفاكشن بتاعهم. وباخد بقى بعض الستاندرد ده بيديني حاجات زي البريدكتد برسنتج ديساتسفاكشن، وانها فانكشن في البريدكتد مين فوت اللي هو راي معظم الناس الموجوده كل داخل المبنى. كل القضايا دي هي اللي في الاخر انا بترجمها الى حاله رضا حراري ل برسنتج معينه وليكن 80% من الناس. وطبعا بقى من مبنى عن مبنى بتختلف المساله كتير. ليه؟ لانه في مباني طبيعتها ان الناس اللي فيها مستقره جدا وقاعده طول الوقت خلاص، وفي مباني طبيعتها ان في زوار داخلين خارجين كتير زي المولز مثلا، يعني ناس داخله وخارجه فليها مقاييس مختلفه برضه مش هنقدر ان احنا نطول قوي فيها. انما لازم او الستاندرد بياخد في الاعتبار عناصر كتير منها فاكتورز افكتنج مساله احساس الناس زي الميتابوليك ريت بتاع الناس، الكلوزنج انسوليشن، تم اعتبار ان الهدوم اللي احنا لابسينها دي انسوليشن يعني هي وسيله عزل بيننا وبين الانفايرمنت اللي برانا، فلازم يبقى لها مقياس. الاير تمبرتشر، الراديانت تمبرتشر، الاير سبيد، الهيوميديتي، كل دي الفاكتورز اللي بتاثر في الاخر. انا هنتفرج هنا على تشارت سريع كده عشان بس الوقت برضه. التشارت ده بيقول ان احنا نقدر نستخدم الستاندرد ازاي ونتاكد ان السبيس اللي احنا بنغطيه، لو احنا بنغطي سبيس معين عايزين نشتغل فيه، هذا السبيس يخضع لهذا الستاندرد ولا لا. وبرضه ده بيعتمد كتير على ما يسمى بالميتابوليك ريت اللي وحداته مت، بتقيس الانرجي بتاعت البني ادم، درجه نشاطه داخل المبنى ايه ونقدر نعملها. انا هضطر ان انا زي ما قلت لحضراتكم هسيب الجزء ده، والا هكون نتيجه ان احنا الميتابوليك ريت طبعا بيختلف كتير جدا. لو احنا بنصمم او بنشتغل مثلا في صاله مغطاه هيبقى مثلا فيها باسكت بول سي، هيبقى زي ما انتم شايفين كده الباسكت بول الريت اوف اكتيفيتي فيها بتتقاس بوحدات المت ريت، بتقرب من 9 مت الناس اللي بتلعب باسكت بول. بينما واحنا نايمين لو احنا بنصمم اوضه نوم بتبقى طبعا انت اقل من الواحد مت. ان بتوين بقى عندك التشارت بتقول لك كل الناس بتشتغل قد ايه وبتعمل ايه وهكذا. طيب برضو نفس الحكايه بمقياس
الكلوزنج انسيوليشن. بنستخدم واحده اسمها كلو اس سي ال او اللي هي اول ثلاث حروف من كلوزس يعني. دي بتستخدم على اعتبار ان انا بقيس الانسان لابس ايه يبقى الكلو بتاعته كام حسب اللي هو لابسه. نقدر زي ما انتم شايفين كده عندكم رينج كبير من الكلو بناء على اللبس بتاع البني ادم وهكذا. وين بنستخدمه الستاندرد الحقيقه بيوفر تولز رهيبه رهيبه يعني في في المساله دي. عندنا تفاصيل كتيره جدا والكلو فاريشنز وامتى اقدر استخدم ده فيها تفاصيل كتيره. انما انا عشان انقل الستاندرد اللي بعده هضطر ان انا اسيب القصه دي كلها وننقل على طبعا كل ستاندرد ليه تشابترز جواه. انا بس هشير لطريقه هنا سريعه. وفي ثلاث طرق لان انا احسب يعني الاحمال الحراريه بتاعه الناس. من ضمنها الطريقه الجرافيكال اللي احنا معبرين عليها بستخدم السيكرومتريك تشارت باختصار وبناء على الكلو كان واحد ولا نص يعني انا في الصيف ولا في الشتاء مثلا الناس لابسه ايه. واقدر ان انا استخدم الطريقه دي في ان انا اقدر احسب الاحمال الحراريه بالجرافيكال ميثود. طبعا في طرق ثانيه مش زي ما اتفقنا احنا عندنا ثلاث طرق مش طريقه واحده. الجرافيكال ميثود ما هي الا طريقه بس انا مضطر انقل على الستاندرد اللي بعد كده الثاني علشان نحاول احنا النهارده بنحاول نقول فكره سريعه الستاندرد دي بتتكلم في ايه وهتغطي لي ايه من احتياجاتي. اشي ستاندرد 62.1 ده اللي هو عنوانه Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. الهدف انا مش عشان اوفر طاقه ان انا اخلي الاير كواليتي جوه المبنى سيئه. وبالتالي انا التعبير اللي انا بستخدمه دايما يعني مع زملائي الاصغر سنا كتير انه انا مش عايز اجيب الناس واخدرهم في ظروف حراريه كويسه اكوردنج لستاندرد 55 وبعدين بعد كده اقتلهم موتا بطيئا لانهم قعدهم في بيئه صحيه غير صحيه يبقى هم بيموتوا موت بطيء بعد كده. ده مش مسموح به. ولهذا اشري ستاندرز عامله زي البناء طوبه وطوبه وطوبه بتركب فوق بعض. هنتفرج على برضه وان سلايد كده بيوريني تركيبه الستاندرز ايه على ما اوصل للقمه يعني زي الهرم كده. فاحنا لسه في البيز بتاعتي فيها كمان 62.1 اللي هو عباره عن التوفير البيئة الصحية التي يعيش فيها البني آدم. ده برضه ليه مانوال بتاعه الستاندرد نفسه والاوفر فيو بتاعه انه اشي ستاندرد 62.1 سيتس مينيمم او دور اير فنتيليشن. بس احنا لو بصينا ان كل هدفه ان يقول لي اوفر الفريش اير قد ايه او الاوت دور فنتيليشن قد ايه ده يبقى تقليل كتير قوي من الستاندرد ده الحقيقة. لكن هو ستاندرد بيوفر بصفه عامه كل ما هو مطلوب ان ترمز اوف توفير الظروف الصحيه المناسبه لكل قاطني المبنى، كل الناس اللي قاعده في المبنى وعايزه تعيش في كل الاوكيومنتس وهكذا. زي ما قلنا كده هو ليه ابعاد اخرى كتيره اكتر من المينيمم فنتيليشن ريت زي مثلا encountering subjects as moisture control, الكنترول اوف سيرتن كونتامينانت سورسز بيتحكم لي في الكونتامينيشن موجود بيتحكم لي في المويتشر وبيتحكم لي في الاير كليننج اند سو اون. ليه ابعاد زي ما قلنا ابعد بكتير جدا وكلها مرتبطه بالهيلث. وانا الحقيقه دايما عندي كلمه بقول لو انا مضطر اقارن في تصميم تكييف الهواء ما بين الهيلث من ناحيه وما بين الراحه الحراريه من ناحيه ثانيه أنا للأسف هختار الهيلث حتى لو كانت الراحة الحرارية مش مظبوطة. وإن كان أنا مش مفروض إني أقع في هذا الاختيار لأن أشري ستاندرز مجموعة متكاملة مع بعضيها بتوفر لي ده وده وده مع بعض. السكوب إنه ذا ستاندرد أبلايز تو أول سبيسز وذين بيلدينجز انتندد فور هيومن أوكيبنسي. أي مكان هيدخل فيه الناس ويقعدوا فيه لازم الستاندرد ده بيتكلم عليه وبيحاول انه يعمل له اساس. طبعا معامله الهوتيلز والموتيلز والموتيلز مختلفه خالص عن التعامل مع الاماكن السكنيه الصغيره. فعندي بالتالي
62.1 ده بيغطي وايد فرايتي اوف سبيسز كتير جدا ما عدا السكني. السكني هو 62.2 يعني ده، لكن كل ما هو بره هذا بيتغطيه 62.1. اللي برضه الشباتر بقى المختلفه الموجوده جوه هذا الستاندرد بتكلمني على كل حاجه، حتى المعدات بتاعتي اللي انا بشتريها الاتش باك سيستم اكويبمنت، او اللي انا يا اما بشتريها يا اما بكونها مع بعض عشان تكون سيستم على بعضه، كل ده الستاندرد ده بيقول لي انا عايز منها ايه مطلوب عشان اقبلها، عشان اقبل هذه المعده وان انا اخدها عندي مطلوب انها تحقق لي اشياء محدده تبقى موجوده. في بقى طبعا معالجه خاصه غير بس المايك ماشي يا ريس، اذا كان ده تمنه كوبايه شاي بعد المحاضره ماشي انا موافق ما عنديش مشكله، بس الصوت يبقى احلى. طبعا ده طبعا مش تاج الجزيره، ده الجيل ده ما يعرفش قوي تاج الجزيره، والله يعرفوه تعرفوه اسمع عنه. ده كان احد الحاجات المشهوره في الراديو والتلفزيون زمان يعني. المهم انه تاج يعني باختصار، مش مهم بقى الجزيره دي قضيه. شكرا جزيلا. طيب كم حضرتك زي ما قلنا بقى الاماكن السبيشال زي الاندستريال سبيسز لابوراتوريز وهيلث كير وكل الكلام ده كله موجود داخل هذا الستاندرد، لكن ليه مكملات، ليه جايد لاينز ثانيه بتكمل المطلوب منهم يضاف الى ما هو مطلوب منه. ارجو بس تكون دي معقمه، تم تعقيمها الاول ولا ها بجد واخد كلمتك عليها. البروسيدير بقى، ايه البروسيدير اللي انا هشتغلها علشان اقدر احصل على القيم المطلوبه من هذا الانسان؟ عندي ثلاث طرق برضو. عندي يا اما الفنتيليشن ريت بروسيدير في ار بي، دي فنتيليشن الطريقه اللي انا بحسب بيها كميه الهواء اللي انا عايزه عشان يبقى فريش اير، فنتليشن ريت بروسيد. او عندي الاي اي كيو بي اللي هو الاندور اير كواليتي بروسيدر، اقدر احسبها بحسابات البوليوشن وعندي مصدر البوليوشن قد ايه، واقدر ان انا اقدر اتغلب عليه ازاي بان انا بعمل له دايلوشن. فكرته ايه باختصار يعني برضه عشان نلحق في الوقت الضيق ده، انه انا كل مكون فيه ملوث، وليكن مثلا احنا دلوقتي في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها ايه الملوث بتاعنا؟ التنفس. التنفس بتاعنا ان احنا بنستهلك الاكسجين موجود في الاوضه وبننتج ثاني اكسيد الكربون. هذا التنفس اللي هو شيء طبيعي واحنا قاعدين هنا ده هيومن، حتى خارج بقى ظروف الكورونا والكلام ده انا في ليميت معين مسموح لي بيه بالسي او 2، لو انا تعديته لازم اخفضه. يبقى دي البروسيدر اللي بتعتمد على الحكايه دي، انا الليميت المسموح بيه شريتشولد ليميت، و الانتاج بتاعي اللي هو عدد البني ادمين، كل بني ادم بينتج ثاني اكسيد الكربون ايه، ده مثال بسيط خالص يعني. لكن اي مكان احنا ممكن نكون فيه عندي حاجات بتعمل الشغلانه دي. عندي ثلاث طرق باختصار، اختيار الطريقه المناسبه ليهم ده بيتوقف على الحاجه المناسبه ليه. طبعا دي تناول تفصيلي لكل طريقه من الطرق ونشتغلها ازاي ونعملها ازاي. انا للاسف ههرب من الحته دي دلوقتي. برضو لما نيجي لسان 90.1 excuse me if I can change to English now because we have Mark. Hi Mark, how are you today? Hi. We talked in Arabic because that was the common language at that time. Are you sure? It's okay. But everything will be in English here anyway. Thank you.
يبقى احنا عندنا 90.1. انا مش هتكلم فيه نتيجه ان في المهندس محمد هيجي يتكلم في المحاضره بعد الجايه هنا، انما هو ده الستاندرد. وانا بس هتكلم على حاجه واحده فيه، مش يعني برغم انه هيبقى تفاصيله مع المهندس محمد رجب، لكن انا دلوقتي هتكلم على حاجه واحده بس، انه قد ايه أشري نفسه غير رايه في الحكايه. كان بيطلب زمان يعني سنة 75 كان بيطلب، أو قبل 73 طبعا انتوا عارفين 73 دي كانت الحرب أكتوبر هنا، غيرت فكر الناس كلها حتى في العالم كله. فكان قبل كده بيسمحوا إن المبنى يستهلك إنرجي زي ما هو عايز، 80,000 بي تي يو بير سكوير فيت في السنة، مفيش مشكلة لأن الطاقة متاحة والدنيا كلها. بعد 73 ابتدت الدنيا تتغير، سنة 75 على طول طلع أشري ستاندرد قلل 27% من اللي قبليه، وفضل بقى من ساعتها أشري كل سنة يطلع يقلل 14% وهكذا، و 19% عمال يقلل يقلل يقلل، لحد ما النهارده احنا وصلنا إلى إن احنا بقى المعدلات بتاعتنا احنا بنقل تقريبا بمعدل 5% كل سنة المسموح في كل مبنى نستهلك طاقة قد ايه. كل شوية بنقرط على نفسنا لانه المسألة بقت الطاقة غير متاحة. هي دي الفكرة الاساسية. نيجي بقى هنا للستاندرد 189.1. هو الستاندرد ده بيقول ايه؟ بيقول ستاندرد فور ذا ديزاين اوف هاي performance green buildings. اذا ده هو ده بقى اللي بياخد كل اللي فات ده ويبني عليه ويقول انا بقى هشتغل على الجرين بيلدينجز. انا بس حطيت السلايد ده علشان حضراتكم تشوفوا ان المساله بتبنى على بعضيها. يعني أشري ستاندرد 55 زي ما احنا شايفين موجود كانه في القاعده، و62.1 اعلى شويه لانه بيهتم بالصحه، و90.1 معاه في نفس الليفل عشان ده بيهتم بالانرجي، عايز ان الانرجي تبقى كويسه. 189 ده بقى فوق، ده قمه الهرم بقى. ليه؟ انا عايز جرين بيلدينج بقى، انا عايز حاجه افضل ما تكون. هو ده الترند اللي بنشتغله النهارده، هو ده الترند اللي كل شغلنا في تصميمات المباني بقى بنشتغل عليه، لان انا عايز احقق كل اللي طلبته من الستاندرز الاساسيه. طبعا في ستاندرز ثانيه زي ما انتم شايفين، لكن يعني اللي انا عرضته هنا النهارده الحقيقه، او اللي انا بعرضه النهارده، يمكن دول الاساسيين جدا 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 اللي يمكن استغناء عنه. بيعمل ايه بقى الستاندرد ده؟ ده بيتكلم على يعني هو ماسك شابتر شابتر على فكره، وانا هنا متناول شابتر شابتر، مش هنلحق نتكلم بالطريقه دي طبعا، الوقت مش هيسمح، لكن كل شابتر هقول لكم السلايد ده بيلخص القصه. ده مثلا بنتكلم على السستينبل سايت، الاول وانا في السايت لازم السايت يبقى سستينبل، لازم يكون عنده سستينابيلتي. بعد كده الووتر يوز افشنسي، كميه الميه مسموح لاستخدمها قد ايه، وما تضيعش في ايه وتضيع في ايه، ان سو اون. بعد كده بيتكلم على الانرجي افشنسي، وبيتكلم على حاجات كتير على فكره. الستاندرد ده بيتكلم بثلاثه ليفلز. اول ليفل اللي هو اذا ماست مانداتوري، مانداتوري ده ما فيهاش هزار، لازم احققه. وده طبعا بيتفق مع ستاندرد 90.1 اللي هو بتاع الانرجي اللي قبل كده، اللي هيعرضه على حضراتكم النهارده المهندس محمد رجب. يبقى اذا ده نبتدي بيه، وده مانداتوري بالنسبه للستاندرد 189، ده مانداتوري ما فيهوش هزار. اللي بعديه اختياري. اللي بعديه اختياري، اختياري ليه؟ لانه بيقول لك ايه اللي ممكن تعمله عشان تحسن عن كده. تحسن عن كده بنسب مئويه محددها الستاندرد. اخر حاجه بقى اللي هو اختياري ده اسمه برسبكتيف، يعني هنشوف احنا مانداتوري وهنشوف برسبكتيف، وبعدين هنشوف بقى ثالث حاجه واعلى حاجه اللي هي بنسميها بيرفورمانس بيزد. بيرفورمانس بيزد انا بصمم مبنى على اعلى مستوى. مش شرط تعمله النهارده، لكن هو ده المطلوب منك، وبالتالي هو ده بيعتبر انه المستقبل. هو ده بيوريك باختصار. يبقى اذا مهمه هذا الستاندرد انه يورينا طريق المستقبل ايه؟ صناعه التكييف مثلا وصناعه المباني عموما رايحه فين؟ هل هي رايحه في انهي سكه؟ اذا ده اهميه هذا الستاندرد، وده اهميته القصوى.
انه حتى اللي مش مطلوب مني اعمله النهارده ها هو مطلوب مني ان انا اعرفه عشان ابقى عارف كمان 5 سنين هبقى لازم الصناعه بتاعت التكييف وصناعه المباني عموما رايحه فين ومتجهه الى ايه وهتشتغل ازاي. نفس الحكايه طبعا بالنسبه للاندور انفايرمنتال كواليتي، نفس القصه بتشتغل بنفس الترتيب ده، يعني هذا الستاندرد بيشتغل بالثلاث ترتيبات اللي لازم يتعمل واللي افضل انه لو اتعمل دلوقتي وطريق المستقبل ايه. بعد كده الحقيقه بيتكلم على البيلدينجز امباكت اون اتموسفير اند ماتيريال اند ريسورسز، يبقى هو بيتكلم على هل هذا المبنى بيؤثر على البيئه، هل الويست اللي بيخرج منه دوت له تاثير كويس ولا وحش على البيئه ان سو اون، ولازم نشتغل برضو الكونستراكشن والاوبريشن بلانز والكوميشننج، عمليات الكوميشن. يعني الحقيقه الستاندرد ده متناول كل حاجه احنا هنشتغل ازاي اثناء واحنا حتى بنختار موقع المبنى من الاول، وبعدين واحنا بنصممه واحنا بنصمم المبنى، وبعدين بعد كده في الاخر واحنا بنختار السيستمز والحاجات اللي بتشتغل في السيستم كلها، وبعدين في النهايه وانا بشغله بقى وانا بشغله وبعمل له اوبريشن اند مينتنس اند سو اون. يعني انا اي ثينك ان احنا بيكوز اوف ذا تايم ليميتيشنز بيكوز اي اونلي هاف 1 مينيت ناو ان ماي ليكتشر، سو ليت مي جاست سمرايز او سم اب كده احنا وصلنا لايه. احنا وصلنا بسرعه انه ASHRAE ستاندرد دي مجموعه كبيره، اتس سيت اوف ستاندردز فيها قاعده، مجموعه ستاندردز لازم اعملهم ما فهمش اي اختيار، then followed up by higher level standards that we must follow ونمشي عليها، and stopped by one standard that would lead the way till the end. We expect a lot from building industry. طبعا هنا انا بكلم شابتر شابتر فما فيش وقت للكلام ده كله يعني النهارده، فانا بس هقول احنا متوقعين ايه في الاخر. حتى البيلدينج امباكت اون اتموسفير وماتيريال كل ده متناول داخل هذا الستاندرد. انا بس هتكلم برضو على ستاندرد 100 ده اللي هو معمول مخصوص للمباني، للمباني اللي اوريدي موجوده. يبقى انا دلوقتي لما اجي اصلح في مبنى موجود وعايز اشتغل عليه هشتغل على ستاندرد 100. ده الحاجات المتناوله جواه. ASHRAE ما وقفش عند كده، ما وقفش عند مجموعه الستاندرز، عنده كونتريبيوشنز كتير جدا. ASHRAE عنده مثلا سبيشال بروجكت بابليكيشنز، عنده الانرجي سيريز، المجموعه دي موجوده لكل تطبيق، كل نوعيه من المباني ليها ستاندرد معين، وعندي ال 30% توفير من الستاندرد القائم لحد 50% من الستاندرد. ASHRAE برضه بيحط الانرجي ليبلنج سيستم، ان انا اقدر اعمل ليبلنج مباني. البيم البي اي ام، والنهارده احنا شفنا واحنا في الجولات تحت ناس كتير بتستخدم البي اي ام او بيلدينج انفورميشن موديلنج از ا جود واي اوف. سو ليتس جاست جيت تو كونكلوجنز. احنا وي ار اكسبكتنج ا لوت فروم ذا بيلدينجز، وي ار اكسبكتنج زي ما انت شايف كده اكسبكتنج highly insulated buildings envelope. We are expecting high performance fenestrations اللي هي الواجهات والمفتوحة فيها الشبابيك والكلام ده كله، احنا متوقعين high performance. في تفاصيل كتير للhigh performance كن احنا فوتناها طبعا في وسط المحاضرة. So even ongoing commission and operation maintenance, it goes all the way. It doesn't leave a subject that is not tackled, and in this way we expect